أنا أعتقد بأن ملف التجنيس أخطر، لأن البحرين عندما يحين الوقت ويقبل النظام وقف الحوار والانتقال إلى مناقشات جدية أو مفاوضات جدية للوصول إلى اتفاق سياسي، ستكون البحرين التي تتحدثون عنها مختلفة لونا وطعما ورائحة، وسيصبح المجتمع البحريني مختلف. الشركة التي ستعمل على الإشراف على الدورة الثالثة من الحوار هذه شركة خاصة مدفوعة الأجر وشركة علاقات عامة. يعني ما أعتقد بأن من المهم أن يدرك أهل البحرين بأن القضية الأساسية الآن هو الحفاظ على هوية البحرين، ووضع موضوع التجنيس السياسي على رأس قائمة المطالب السياسية، لأن ذلك هو المفتاح الذي سيتم من خلاله حسم بقية القضايا المعلقة فيما يتعلق بالتغيير الديمقراطي، بما يتعلق بحقوق الأقلية والأكثرية، بما يتعلق بالحفاظ على هوية أهل البحرين. من المؤسف أن المواطن العربي كما قال موشي ديان بعد حرب 67 بأن العرب لا يقرؤون ولا يتفقهون ولا يعتبرون. وإذا كانت هذا ما قاله موشي ديان بعد هزيمة 1967 لتوصيف ما حدث في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، أعتقد بأن الرجوع وقراءة تقرير مركز الخليج عن الأوضاع في البحرين فيما يتعلق بالإقصاء، فيما يتعلق بالموقف من الخطط التنفيذية إذا كانت فيما يتعلق بالمجلس العلمائي، بالوفاق، بمحاصرة طرق التعبير الاجتماعية والعقائدية، أنها تنفذ بالنص لم تتوقف للحظة. وأنا الآن كل ما أقرأ هذا التقرير وأرجع إليه أصاب بصدمة، بأن أين هؤلاء الإخوان وماذا قرأوا وماذا فقهوا منه.